السلام عليكم. فبراير في السماء نجمة، وفي الأرض وردة، وفي عيون الشباب حلم، وفي عيون الأمهات لمعة الأمل. تلك الأم التي كانت ترى ابنها يهتف للحرية، وهي ذاتها الأم التي ذرفت الدمع لحظة استشهاده وضمته لحظة إصابته في الساحات. فبراير ثورة تتجدد، هذه لافتة الثورة العليا في ذكراها السادسة، وهي تعيش تموجات الحرية في الداخل والخارج، في السهول وعلى رؤوس الجبال، في الجامعة والمجمع، وفي ساحات الكفاح والمقاومة. فبراير في تعز انطلاقة وشعلة، وفي عدن شراع عبور يرفع لافتة اليمن الاتحادي على مقربة من بحر العرب. وفي مأرب تحضر فبراير في المحافظة التي أضحت سد الجمهورية يألم كل السيول. وفي إب تحضر كأنين يردد في السر في انتظار لحظة الإعلان الكبير. عندما ألقى الانقلاب بثوار فبراير في المعتقلات، خرجت الأمهات للتظاهر من أجل حرية الثوار، وفي الذكرى السادسة وفي قلب صنعاء. ما تزال أصوات تلك الأمهات الصوت اليتيم الذي له علاقة بالحرية في المدينة التي تعرضت لمحو ملامح الحرية. مشاهدين الكرام، المساء اليمني يحيي مع اليمنيين الذكرى السادسة للثورة، فأهلا بكم، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي عبر سكايب الأستاذة حورية مشهور، وزيرة سابقة وناشطة في ثورة فبراير من ألمانيا، وأيضا أرحب بالأستاذ يوسف مرعي عبر سكايب أيضا ناشط في ثورة فبراير من موسكو، وسينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق من صنعاء، وآخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة حورية، ولك أيضا أستاذ يوسف. مساء الخير أستاذ يوسف، تسمعنا؟ نعم نسمعكم. مساء الخير عليك كمان، واسمحوا لنا قبل أن نبدأ هذه الدردشة حول فبراير نذهب لمشاهدة هذا التقرير. منذ الخطوة الأولى وحتى الألف ميل حرية، ومنذ الخيمة الأولى وحتى الذكرى السادسة من عمر الكرامة، يظل 11 من فبراير فاتحة كتاب الثورة وفصلها الأول، ويوماً لن يمحى من تاريخ ووجدان اليمنيين. هذا اليوم الذي خرج فيه الثوار في كل ساحات وميادين الجمهورية، مطالبين بأحقيتهم في الحياة، منادين بالعدالة والمواطنة المتساوية، كونهم شركاء لا رعايا. ست سنوات مضت منذ حفر اليمنيون بسلميتهم في جدران الكرامة والحرية ثورة عز نظيرها في التحاكم، استأثر بخيرات بلد وصادر حقوق مواطنيه. ست سنوات شهدت تحولات عظيمة، ثورة فتسوية فانقلاب وحرب على اليمنيين من قبل شركاء الثورة المضادة. ست سنوات يشعل خلالها جيل الثورة في المدن المحررة في الجمهورية شمعتهم السادسة ليومهم الذي وضع حداً لنظام المخلوع. بالذكرى السادسة لثورة 2011 11 فبراير 2011، رسالتنا لعفاش والحوثي أن هذه الثورة مستمرة ولن تتوقف. هكذا تبدو لحظات هذا اليوم العابق بذكرى الثورة التي تبدو كما لو أنها في لحظاتها الأولى داخل اليمن وخارجه، في الساحات وفي الجبهات أيضا. فمن تعز مهد الثورة وأفقها الرحيب إلى الضالع وإب إلى عدن التي أصبحت عاصمة اليمن، فمأرب العصية. هكذا تبدو معادلة هذه الذكرى أكثر نضجا ووضوحا وضحا. ما قالته ميادين الثورة في الذكرى السادسة يؤكد أن اليمنيين ماضون من أجل تأسيس دولتهم بقيمها العادلة، وإن كان الثمن عظيما. إذن مشاهدينا الكرام، نحتفي بثورة 11 من فبراير، وأبدأ معك أستاذة حورية. أستاذة حورية، يعني في الذكرى السادسة لثورة فبراير، برأيك ما الذي شكلته هذه الثورة من منعطف في تاريخ اليمن؟ اولا نعيد ثورة مجيد لكم اولا في قناة بلقيس، ولكل الاعلاميين الثوار من ابناء الوطن الحبيب، لكل ابناء اليمن، لابنائنا قادة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لكافة افراد الشعب اليمني العظيم الذي ما زال صامدا ومستمرا لاكمال ثورته. الحقيقة أن هذه الثورة تستحق منا الكثير من التضحيات، نحن ضحينا الكثير، شبابنا بالذات الشباب ضحوا الكثير من أجل تحقيق أهداف الثورة.
هناك من يريد أن يستنقص من هذه الثورة ويعتقد أنه بعد مرور 6 سنوات أننا لم ننجز شيء، بالعكس نحن أنجزنا الكثير. لربما إذا كنا قد أسقطنا النظام المخروع هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير جدا. فهذه ثورة عظيمة، وهي أنا في تقديري وفي تحليلي إلى أنها استمرار لثورتي 26 سبتمبر المجيدة وثورة 14 أكتوبر. بعد 4 عقود، بعد 5 عقود، نجد أنفسنا أننا لم نحقق أهداف ثورتي 6 سبتمبر وأكتوبر بسبب النظام الحكم الاستبدادي، بسبب نظام الحكم الفردي الذي استأثر بثروات البلاد، الذي لم يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي لم يحقق الكرامة للمواطن اليمني بعد 5 عقود. كانت هذه أحد الأسباب الأساسية لنزول الشباب إلى الساحات العامة. طبعا بدأ النزول من نهاية 2010 وبدأنا في بداية 2011، لكن فبراير 2011 11 فبراير 2011 كان اليوم الذي يحمل لنا رمزية ودلالة عظيمة جدا. اجتمعنا كلنا مستقلين وحزبيين كبار وصغار. صحيح أنتم الشباب الذي قدتم هذه الثورة، ولكن نحن جميعا كنا معاكم وبعدكم أيضا نزلنا إلى الساحة. نعم هذا صحيح أستاذة حورية، يعني وأنتم البركة في الأول والأخير. ينضم معنا أيضا الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف، يعني في الذكرى 6 لثورة فبراير التي كنت ضمن طلائعها، لحظة انطلاقتها، حدثنا عنها. يبدو أننا فقدنا الاتصال بيوسف، سنعود الاتصال بك أستاذ يوسف. عودة لك يا أستاذة حورية. أستاذة، يعني برأيك أنت تحدثتي بداية حديثك عن أن ثورة فبراير حققت الكثير وأنجزت الكثير، ما أبرز تلك المنجزات برأيك؟ طبعا أولا دائما أكرر هذا الكلام، أنه أي ثورة هي ليست مرهونة أو محكومة بزمن محدد، لأنه من يقول 6 سنوات وما زال المخلوع يتحكم بالبلاد، وجه كل طاقات ومقدرات البلاد من أجل لإجهاض ثورة 11 فبراير، أنا أقول لا، بالعكس، الذي تحقق الكثير. صحيح أن التضحيات كبيرة والتضحيات غالية، ما زال عدد كبير جدا من شبابنا في غياهب السجون، ما زالوا مغيبين في السجون الانقلابيين، ما زالت لدينا كثير من النازحين، كثير من المشكلات الذي في البلد، احتياجات كبيرة جدا إنسانية لشريحة كبيرة جدا من سكان الجمهورية اليمنية. لكن أقول بالرغم من هذا، أنتم الآن ترون في الساحات العامة ما زال الناس صامدين، ما زال الناس لديهم العزيمة والطاقة للاستمرار لاستكمال ثورتهم. أنا أرى هذا بحد ذاته إنجاز. الناس لم تستسلم، الناس جميعنا، حتى نحن الآن المشردون في الخارج الموجودين في أماكن كثيرة، هذا وضع وقتي، لأننا سنعود إلى بلدنا، سنساهم في بناء اليمن، اليمن الاتحادي، اليمن الكبير، اليمن الذي نفتخر الحقيقة بمقدراته، وبالذات المقدرات البشرية. الإنسان اليمني إنسان عظيم، إذا أتيحت له الفرصة وإذا وجد قيادة مخلصة تقوده للعمل والإنتاج والإبداع والسلام وإقرار السلام، الحقيقة نعم. إذن نستمع أيضا أستاذة حورية يعني ضيفنا عبر سكايب الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف، يعني كنت سألتك يعني في الذكرى 6 لثورة فبراير، وأنت يعني كنت من ضمن الذين خرجوا في البداية، تحدثنا عن هذه اللحظات. بداية أحب أن أهني شباب الثورة وكافة أبناء الشعب اليمني بهذا اليوم الخالد في تاريخ شعبنا. بحكم أنني عشت بعض يوميات الثورة المصرية في مقيل الأستاذ خالد رويشان المثقف الموسوعي والرمز الوطني ومعالي وزير الكرامة بحسب وصف المفكر عصام القيسي له، أذكر في البداية الأولى خرجت وكنت في مكان إقامتي، تابعت تقرير الجزيرة لفوزي بشرى
تقرير سقوط مبارك، وبمجرد أن سمعت هذا التقرير أخذني التقرير دون أن أشعر إلى ميدان التحرير ذات مساء، وأنا أردد مع الشباب بعد مبارك يا علي يسقط الشعب يريد إسقاط النظام. وكتبت حينها لمعالي الأستاذ خالد الرويشان تعقيبا على نص كتبه في صحيفة أو في إشراقات عمود كان يكتبه في الملحق الثقافي للثورة، على أن الشعب المصري أو الشباب المصري استطاع أن يفتح بأظافره نافذة للضوء في الأفق الداكن. كتبت له رسالة قلت له صح ما قلت، ولازلت أذكر أيضا له مقال كتبه حق لشباب اليمن أن يثور، وكتب فيه نصيحة مهمة للمخلوع علي عبد الله صالح، قال فيه أو بيت شعري يلخص النصيحة: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيري بكيت عليه. نعم يوسف، اليوم علي عبد الله صالح يبكي ويتمنى أن لو غادر السلطة بطريقة سلمية بدلا من المجازر التي ارتكبها بحق شباب الثورة السلمية وبالخطيئة الكبيرة التي ارتكبها بحق. يعني نأمل أنه قد وصل إلى هذا اليوم يا يوسف، يبدو لي أنه لم يصل إليه بعد. يعني من ذكرك لأستاذنا الكبير خالد الرويشان ينضم معنا أيضا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير، أهلا 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 بك أستاذ خالد، وعيد فبراير مجيد. أستاذ خالد، يعني تذكر يوسف الكثير من المقالات التي كتبتها، ربما يعني ذكر واحدا منها حق لشباب اليمن أن يثوروا، ويعني من ذلك المقال وحتى المقال الأخير حول فبراير الذي كتبته والذي دفعت فيه عمن يتهمون فبراير بالكثير من الاتهامات، دعنا ننطلق من هنا. أولا أنا أحييك أستاذ آسيا، وأحيي القناة، وأحيي الأستاذ حوري المشهور، وسعيد جدا بسماع عباراتها وكلماتها التي تنبئ عن شخصية متأملة ورائعة. أما يوسف مرعي ومن موسكو، قصة ما حدث في 15 يناير أولا ثم في 11 فبراير، كان هو شاهدا ومشاركا، وأحييه يعني تحية خاصة، ربما لأنه من أبناء الضالع وكان في صنعاء يراجع لأجل المنحة، ربما هي قصته قصة الفساد الذي أدى إلى اندلاع ثورة 11 فبراير. يعني هو له 4 سنوات وجايب 94% في الثانوية العامة، وأربع سنوات في صنعاء يعني يراجع من أجل المنحة والسفر إلى الخارج، ولم يستطع رغم أوامر رئيس الجمهورية وأوامر رئيس الوزراء وأوامر رئيس الوزراء بعده، ولم ينجح. ثم انفجر مع الشباب الذين كانوا يملؤون ساحات صنعاء والمدن اليمنية، كان هؤلاء الشباب طليعة هذه الثورة الشعبية الشبابية، في الواقع بدأت شبابية ثم أصبحت شعبية يعني كاملة ومن اليمني كله. أنا أعتقد أن هذه أن تلك اللحظة كانت خلاصة إيجابيات ثورة سبتمبر وأكتوبر والوحدة وأحلام اليمنيين خلال 50 سنة على الأقل، أن تخرج المرأة إلى جانب الرجل، الفتى إلى جانب الفتى سلميا، وأن يفتحوا صدورهم للنار. تلك كانت لحظة لم تحدث لا في تاريخ اليمن ولا سابقة لها في تاريخ اليمن، المطالبة برحيل الحاكم سلميا يعني رغم تعرضهم للخطر. كان الطلبة الجامعيون العاطلون عن العمل كانوا بلا أمل وبلا عمل أيضا، وكان عشرات الآلاف من الفتيات أيضا تخرجنا من الجامعات، وكان لابد من تغيير. يعني كما قلت ليلة أمس في المنشور أنه كان كل شيء مغلق، وكان الحائط أمام كل الناس وأمام النظام. يعني مؤسسة الرئاسة كانت واقفة أمام حائط، وكان لابد من تغيير لأنه شرعية النظام قائمة على الدستور الذي لا يسمح إلا بفترتين في تغييره الأخير، ثم أرادوا تصغير العداد وحدث ما حدث. مجلس النواب نفس الكلام، ثم في هناك مؤسسة أخرى إذا صح أن نسميها مؤسسة الوحدة اليمنية، كانت هي الأخرى مأزومة، إذ أن الجنوب كله كان قد بدأ الحراك يسيطر على يعني معظم العواصم المحافظات،
وبدا ان لحظه ما قادمه منفجره يعني، وجاءت الاشتعال من سقوط مبارك. يعني ليس صدفه ان تقوم الثوره ان تندلع في صنعاء عشيه سقوط مبارك في 11 فبراير يعني الليله. يعني هي الامسيه ايضا في مصر يعني يحتفلون ايضا بثوره 25 يناير تلك الايام التي كنا نراها في التلفزيون، واذا بنا نجدها في صنعاء وفي كل المدن اليمنيه. انا اظن انه هذه الثوره الشابه هي ملك اليمنيين جميعا، اولا لان هناك حساسيات لا معنى لها من وجود اشخاص او تيارات فيها. انا اظن ان اللحظه كانت اكبر بكثير جدا من مجموعه اشخاص او احزاب. يعني المراه، مظاهرات المراه او الفتاه اليمنيه كانت في احيان تتجاوز عدد الفتيان والشبان صحيح. عددا وتنظيما، ثم ايضا المطالبه السلميه ومن كل المحافظات. يعني هو يوسف مرعي يتذكر يعني انه يعني جاء مع شباب من عدن الي هنا في 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 البيت، وجاءوا من كريتر، وربما بعضهم يعني كان لاول مره يعني ياتي الى صنعاء، وجاءوا يشاركون في ساحه الشباب، ساحه التغيير كما اسميت. وكنا حتى تليفوناتهم واسمائهم ما تزال معي في الهاتف. يعني انا والله شعرت تلك الليله بعاطفه وبأني ماذا اقول، يعني انه عندما ياتون من عدن الى صنعاء كي يشاركوا في 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 في, في ثوره شبابيه سلميه. نعم. وهم كانوا يطالبون بال يعني بالانفصال او بال يعني عندهم ظروفهم طبعا الخاصه، واذا بهم ياتون الى صنعاء. ايضا مسيره الحياه من تعز، يعني تخيلي ماذا تعني مسيره الحياه؟ هل تعرفين انه لا نظير لها في تاريخ العالم كله؟ هل تعرفين ان هذه المسيره انها التي تقرحت اقدام الشباب وهم يمشون حوالي 260 كيلومتر على اقدامهم وفي عز الشتاء ما بين 27 يناير 27 ديسمبر الى 31 ديسمبر، وعندما وصلوا الى صنعاء استقبلوهم بالرصاص، استقبلوهم بالنيران، وهم كانوا اصلا يعني دائخون من السفر الطويل ومن الرعب خلال الطريق. ايضا كانوا خرجوا يعني بضعة آلاف ووصلوا صنعاء عشرات الآلاف. من أين؟ من كل اليمن. صاحب البيضاء اخترق الطريق وجاء من مشرق اليمن إلى دمار وانتظر في الطريق حتى وصلت المسيرة. يعني ربما كما يقال أستاذ خالد، يعني تجسدت الوحدة الوطنية بأجمل صورها في الثورة. أستاذ خالد، يعني كثيرا ما تردد في تلك الأيام وإلى الآن يعني أن الثورة جاءت بقيم وروح مختلفة. كنا نتحدث عن ساحة التغيير وكأنها عالم أفلاطوني مصغر، يعني شعرنا بكل القيم التي كنا نعيشها والتي يعني يوصف بها اليمني استجدت وبعثت من جديد في ساحة الثورة. حدثنا عن هذه القيم أستاذ خالد، وكيف يمكن يعني أن تظل هي المحفز الأكبر لكل شباب فبراير؟ تلك اللحظة اليمنية لأنها تظل لحظة في التاريخ، يعني هي لحظة مثل الشعوب كما الأفراد، في لحظات ارتفاع وفي لحظات هبوط. الشعوب قد تتقاتل، قد تحدث حروب. تاريخ العالم هو تاريخ الصراع على السلطة وتاريخ الصراع من أجل المواطنة المتساوية. هل تعرفين تاريخ العالم كله هو تاريخ الصراع من أجل المواطنة المتساوية؟ ليست فقط فكرة العدالة، العدالة يعني فكرة عامة، لكن القانون على الجميع، المواطنة المتساوية بالقانون على الجميع واحترام القانون. ما حدث فعلا هذه القيمة أنه والله في مطالبة شعبية وبعدين تم تسليم السلطة علانية، ولكن انتهت بالتآمر عليها طبعا كما تعرفين المقلب اللي حصل في 21 سبتمبر حتى الذي نعيشه حتى هذه اللحظة. لكن دعينا نتكلم عن القيم، قيم ثورة 11 فبراير. أولا هنا قيمة أولا الوحدة اليمنية التي تجلت في أن تكون الساحة لكل اليمنيين من كل المحافظات. هذا لم يحدث بهذا الشكل في أي سابقة تاريخية في اليمن. ثم وجود المرأة والفتاة اليمنية بتلك الكثافة وبتلك الحركة البديعة التي أذهلت العالم. أنا لم أرى في حياتي يعني في الشرق والغرب يعني مظاهرات للمرأة بذلك الشكل الذي كانت يعني يكاد تكون مليون امرأة في مرة من المرات من عصر حتى وصلوا إلى باب اليمن للمرأة. يعني أيضا مسألة المطالبة السلمية بحد ذاتها هذا إنجاز كبير. نحن الآن
يعني تخيلي الفرق ما بين 21 سبتمبر وما بين 11 من فبراير، يعني حرام المقارنة. ومع ذلك يظلمون 11 فبراير ويعني ويزعمون أنه سبب كل البلاء. يعني كل البلاء جاء منكم، كل البلاء جاء بسبب الانقلاب، كل البلاء جاء بسبب أنك ذهبت إلى عدن وأحرقت وذهبت إلى تعز وما تزال، بسبب أنك تسببت في قرارات من مجلس الأمن وفي قرارات من مجلس الجامعة. يعني هذه مسألة سياسية سهلة جدا، معرفتها سهل، لكن نحن هنا في اليمن في الظلام كل واحد يحكي بالطريقة التي يراها ويعتقد أنه الناس حيصدقوه. يا لا يعرف أنه والله رغم كل ذلك البلد كلها يعني تحتفل والبلد كلها تعرف. مسألة سهلة، اترك ما ليس لك وكذا. لكن خلينا عند أيضا القيم العظيمة التي جاءت بها 11 فبراير. لماذا نتمسك ب 11 فبراير في الواقع؟ ليس من أجل الأشخاص، الأشخاص آخر من يجب أن نتحدث عنهم، سواء الذين انضموا كانوا من النظام أو الذين شاركوا في السلطة أو الذين يعني، هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم عن الشباب البسطاء بالآلاف الذين تجمعوا في ساحات المدن عواصم المحافظات ويعني كانوا يمثلون شعبا يريد التقدم إلى الأمام سلما. أن يكون التغيير سلميا لأول مرة في تاريخ اليمن، كل الانقلابات العسكرية وكل المحاولات اللي حصلت للصراع على السلطة في اليمن شمالا وجنوبا وقبل الوحدة وبعدها كلها كانت مسلحة. هنا شباب لابسين قمصان وبنطلونات وهم جامعيون وبعضهم من مدارس ثانوية حتى، يعني هناك جيلان على فكرة كانوا موجودين في الساحة وأنا أعرفهم بالاسم، يعني كانوا موجودين وخرجوا إلى الشارع وتلقوا الرصاص كي يغيروا سلميا. لاحظي أنه لا منطقة تجمعهم ولا قبيلة ولا حزب ولا شمال وجنوب ولا مثلا فكرة مصلحة وظائف أو كذا أبدا. هذه لحظة لا تأتي بسهولة في حياة الشعوب العظيمة. تأمل المشهد الذي نعيشه الآن، هو مشهد بائس إلى درجة لا تتخيلينها. والله لو كان غير اليمن، أنه يعني تخيل الدولار الآن يمكن 380 و400 يعني، والتجار لم يرفعوا أسعارهم، يعني هم رفعوا طبعا لكن لم يرفعوا بقدر ارتفاع الدولار. المؤجرون للبيوت تنازلوا عن إيجاراتهم، والله أسمع قصص في صنعاء يعني تذهل عن حضارة وعن رقي الشعب اليمني هذا الذي احنا بنسخر والله من أحواله أو الذي لا نعرفه حق المعرفة. البلد يلتم في أسرع وقت إذا كان هناك على ما قالت الأستاذة حورية رجل أيضا، يعني يجب أن يقوم بما يجب، تكون هناك ثقة بين الشعب وبين قائده، يعني ثقة قائمة على قيم عدم النهب مثلا والعدم وجود الدماء، يعني أنه القتل والنهب هم هذان هما عدو اليمن تاريخيا. ولذلك العملية الآن محاولة إلقاء التبعات على حركة شبابية شعبية وحدوية يمنية سلمية ليست لها سابقة في تاريخ اليمن ولن تكون لها ببساطة الآن يعني لاحقة. ليست سهلة أبدا أن الشعب يخرج بذلك التنظيم. وكان يمكن يعني ديغول قدم استقالته في 1968 بسبب، وهو ديغول الذي حرر فرنسا من الألمان، يعني مجرد قامت مظاهرات شباب وسموها مظاهرات الشباب على فكرة وأسميت ثورة الشباب في فرنسا. هنا يتأسفون قليلا بعض الناس هنا في اليمن من كلمة ثورة 11 فبراير، يعني ولا يعرفون أن هذه الثورة فعلا كانت ثورة حقيقية حتى لو لم يعني تنجح في معظم أهدافها بالمعنى الإداري والمعنى، ولكن يعني ما زالت الأهداف نصب الأعين. وأعتقد أن جميع الشباب هدفهم أن تحقق جميع أهداف ثورة فبراير. أستاذ خالد الرويشان شكرا جزيلا لمداخلتك القيمة معنا، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذة حورية. أستاذة حورية، يعني تحدث الأستاذ خالد عن الكثير من النقاط، دعني أناقش معك فكرة يعني إلقاء اللوم وتبعات ما حدث في البلاد على ثورة 11 فبراير، وكأن ما حدث لم يحدث انقلاب، وكأن يعني يتناسوا كل هذه الأحداث التي مررنا بها جميعا. كيف يعني تتحدثين عن هذه النقطة؟ بداية أولا تحياتي وتقديري العالي للإنسان المثقف الأستاذ الكبير خالد الرويشان، الرجل المنصف الحقيقة، والذي وضع النقاط على الحروف خاصة فيما يتصل بثورة فبراير 2011
وذكره إلى دور المرأة اليمنية التي كانت قائدة لهذه الثورة، النساء اللاتي خرجنا بمئات الآلاف بعشرات الآلاف في مختلف ساحات الثورة في مختلف ميادين الحرية والتغيير. خرجت النساء بصورة أذهلتنا نحن اللاتي كنا نعمل في النشاط النسوي، لأنه لم نكن لنستطيع أن نحرك النساء في فعاليات بسيطة، لكن نزول النساء العفوي، نزول الشباب العفوي بهذه الأعداد، هذا دليل الحقيقة على الوعي لدى الشباب لدى النساء، ودليل أيضا على أهمية التغيير. التغيير في اليمن كان أكثر من ضرورة، أنتم تعرفون، لأنه نزلوا الشباب في تونس، نزلوا في مصر، اليمن كانت الحقيقة حبلى بالمشكلات وكانت غارقة في كثير من المشكلات بسبب فساد السلطة وفساد نظام الحكم، نظام استبدادي، نظام ديكتاتوري، نظام يتجه كان الحقيقة نحو التوريث، النظام يفصل الدستور ويغير الدستور أكثر من مرة للاستئثار بالسلطة وللاستئثار أيضا بالثروة بثروات البلد، تاركين نازعين الحقيقة اللقمة من أفواه الفقراء ومن أفواه المساكين والجوعة. يعني اليمن صنفت من الدول المنخفضة التنمية البشرية في ظل وجود موارد. كان هناك الكثير من الإخفاقات حقيقة، يعني والكثير من المشاكل التي عاشها اليمنيون والتي جاء ثورة فبراير متنفس لهم جميعا. ربما كان، يعني حدثنا الأستاذ خالد عن بعض هذه المشكلات التي مر بها يوسف. يوسف، يعني ما الذي تشكل ثورة فبراير بالنسبة لك كشاب، خاصة يعني وأنت وصلت إلى مرحلة الانفجار لنقل، وأنت لم تحظى بمنحتك المستحقة والتي يفترض يعني أن تنالها؟ يعني حدثنا الأستاذ خالد أن ثورة فبراير أتت إليك يعني منقذ لما عانيته بسبب الإجحاف بحقك. حقيقة الأمر ثورة فبراير بالنسبة لي تمثل ميلاد لي ولكل الشعب الذي كان يضج بواقع مرير بسبب الاستبداد والظلم والفساد. أيضا أود أن أطرح أن ما أهم ما أنجزته ثورة 11 فبراير هي إسقاطها المشروع التمديد والتوريث وكسر إرث احتكار السلطة، ثم أنها كشفت الكثير من خبايا السياسة المتمثلة في العلاقة الغير شرعية التي كانت بين المخلوع وحركة الحوثي. نتج عن هذه العلاقة الغير شرعية إشهار الزواج الذي حدث في 21 سبتمبر بإسقاطهم للجمهورية وللدولة بعد أن أنجبوا أعداء الوطن سفاحا. أنا لدي عتب أيضا على بعض الأصدقاء الذين يتحدثون على أن الثورة فشلت في إنجاز جزءها النظري المتمثل في إعادة صياغة أو في صياغة مسودة الدستور. بالعكس، مسودة الدستور صيغت وتم الاتفاق بين مكونات المجتمع اليمني بما يسمى مؤتمر حوار وطني على صياغة الدستور، إلا أن الذي انقلب على الدستور وحال دون تصويت الشعب له هو انقلاب الانقلابيين والجماعات التي لا تريد بناء الدولة المدنية الحديثة. إضافة، صحيح أن هناك أخطاء رافقت المرحلة الانتقالية، تتمثل هذه الأخطاء أولا في الحصانة، أعطي المخلوع حصانة، إضافة إلى أن المشترك كمفاوض باسم الثورة لم يستطع أن يحصل على الأقل على ضمانات تقضي بعزل صالح عن العمل السياسي، إلا أن صالح كان شريكا في الحكم بموجب المبادرة الخليجية ومارس دور المعارضة. كذلك ما كان للجماعة الحوثي أن تقوى بهذا الشكل لو أن الأحزاب السياسية ضغطت باتجاه ألا يشارك الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني حتى يسلم السلاح وحتى يعيد المناطق التي خطفها ومحافظة صعدة إلى حضن الجمهورية. أيضا عندما نتكلم عن التغيير واقع لا محالة، قلت تكلفته أو زادت، هذا منطق التغيير. أيضا تمثل ثورة 11 فبراير أنها مثلت نافذة الضوء في جدار الوطن، وعندما نتكلم عن الاحتفال ب 11 فبراير نحن نتكلم عن أننا نحتفل بالمستقبل. نعم. أعود إليك يوسف، يعني نعم أعود إليك. نعم يوسف، تسمعني؟
نعم أعود إليك بعد أن ينضم معنا الأستاذ عبد الناصر الفهيدي عضو اللجنة التنسيقية لمجلس شباب الثورة عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير وكل عام وشعبنا وأمتنا بألف خير وقدرة على تجاوز كل التحديات والصعوبات. وأنت بألف خير أستاذ عبد الناصر. فبراير ثورات تتجدد، برأيك ما الذي تشكل هذه الذكرى التي رفعت هذا الشعار، يعني خاصة يعني تاريخيا لنقول، قيميا بالنسبة للشعب على كافة الأصعدة؟ بداية أوجه التحية بالسلام على شعبنا العظيم ووطننا الحبيب، والسلام على ثورة شعبنا العظيم الشبابية السلمية 11 فبراير المباركة، والسلام على الشهداء والجرحى على امتداد السنوات الست الماضية من تاريخ وطننا وشعبنا ومسيرته الثورية. السلام على ربيعنا العربي الموعود بالاكتمال وثورته الموعودة بالانتصار، والسلام على وطننا العربي الكبير وشعبه العظيم. السلام على شركاء الجغرافيا والتاريخ شعبي تركيا وإيران. السلام على شعوب العالم الحر التي ترى حريتها منتقصة ما بقيت شعوب لم تنل حريتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود التأكيد على ذات الروح المفعمة بالسلام التي انطلقت بها ثورة 11 من فبراير المجيدة، التي اعتنقت السلمية مبدأ والتزمتها خيارا ونهجا، أكدت وتؤكد التزامها بها حتى تحقيق كامل أهداف الثورة في المواطنة ومجسدة في الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ضامنة للحقوق وكافلة للحريات. تعزز ذلك الالتزام في مواقف الثورة عبر مسيرتها، ويمكن الإشارة إليه وإيجازه في أهم المحطات، وهي كما يلي: الرفض لكل المحاولات الانحراف والانجراف بالثورة نحو عسكرتها من يومها الأول، ونتج عنه سقوط رأس السلطة في النظام السابق العام 2012، نهو على رفض التسوية الفاسدة واعتبار القفز على العدالة وقيمها بمثابة الانقلاب الناعم على الثورة وسببا رئيسا في الانقلاب الخشن العام 2012، فقد أتاحت الثورة الفرصة للحوار تأكيدا على السلمية وتعزيزا للشراكة وتقديرا للجهد والتعاون الإقليمي والعربي والدولي، وانفتاحا على ما حولنا رغم كل التحفظات. ثالثا، رفض انقلاب العام 2014 والتصدي بالمقاومة الشعبية لجريمة السطو المسلح. وهنا أؤكد أنه لا ينبغي أن نخلط بين مواجهة السطو المسلح كجريمة وبين سلمية الثورة. جريمة السطو المسلح على مؤسسات الدولة والزحف الميليشيوي على المدن والمحافظات بغية إخضاعها بمنطق القوة واستنادا على الغلبة التي كان الثوار وبصدورهم العارية قد أسقطوه وإلى غير رجعة. ذلك ما نعتقده ضرورة وما نعتقد إدراكه ضرورة والتمسك به منطلقين من إيماننا بأن الثورة وإن كانت ضرورة وطنية فإنها مرتبطة عضويا بحاجة وطننا العربي الكبير وشعبه العظيم وضرورات التغيير في وطننا العربي الذي يمثل قلب العالم من زاويتي موقعه الجغرافي والتاريخي في العالم، الذي تمحيكه الأزمات وتمثل وحدة وأمن واستقرار وطننا العربي مدخلا رئيسيا وأساسيا في حل تلك الأزمات وبناء عالم جديد أكثر أمن وعدالة وسلام أساسا لتنمية شاملة ومستدامة. بناء عليه فإننا رفضنا ونرفض كل محاولات الابتزاز الوطني والسياسي الذي مارسته وتمارسه قوى الانقلاب، وكان الاتهامات بالعمالة والارتزاق والكثير من التصرفات الخارجة عن النظام والقانون والعدالة ضد الرافضين والمتصدين للانقلاب على امتداد مساحة اليمن، متذرعين بالتدخل الخارجي والحرب التي كانوا شركاء أصليين وسببا في صناعة المسارات التي مهدت لها وبررت قانونيا التدخل، حيث كانت المبادرة وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وما تزال إطارا قانونيا استند عليه تسويغا لتدخل الدول العشر. في المقابل فإننا رفضنا ونرفض محاولة أطراف العملية السياسية وطنيا وإقليميا ودوليا والتي تحاول التنصل من المسؤولية فيما آلت إليه الأمور أو استمرار تداعياتها. نعم، عند هذه النقطة أستاذ عبد الناصر يعني اسمح لي أن أشكرك أستاذ عبد الناصر الفهيدي عضو اللجنة التنسيقية لمجلس شباب الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أنقل هذه الفكرة الأخيرة التي طرحها الأستاذ عبد الناصر لك أستاذة حورية، يعني ربما كانت دعوة من الأستاذ عبد الناصر للمجتمع الدولي والإقليمي يعني ألا يتنصلوا عن يعني مسؤوليتهم مما حدث. هناك أيضا يعني من يتحدث عن لعدم وجود غياب العدالة، وهذه ربما أيضا نقطة طرحها الأخ يوسف،
الانتقالية وإعطاء الحصانة للمخلوع بعد ثورة فبراير هو الذي ربما يعني هناك من يقول هو هذه النقطة التي أغرت نظام المخلوع والحوثي أيضا لارتكاب المزيد من الجرائم طالما أن هناك من لن يحاسبهم؟ أنا أقول الحقيقة لأنه الانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014 فهو أخر الحقيقة الفرصة التاريخية على اليمنيين لأنه حاول الالتفاف على الحوار الوطني، الحوار الوطني كان الخطوة الإيجابية الرائعة في حياة اليمنيين لأنه الجميع كان موجود في الحوار الوطني، عدد كبير جدا من مختلف الخلفيات السياسية، الثقافية، الاجتماعية، الشباب كانوا ممثلين، المرأة كانت ممثلة، مثل ما طرح الشاب الرائع يوسف أيضا خلاصة الحوار الوطني. قمنا بصياغته بشكل مشروع أولي للدستور، هذا هو كان الإجماع الوطني. هم أيضا الانقلابيين كانوا موجودين وممثلين ولكنهم لا يرعون العهود ولا يرعون المواثيق، هم موقعين على مخرجات الحوار الوطني التي كانت عبارة عن إجماع وطني، كنا سننتقل سيوفر لنا انتقال سلمي سلس لبناء اليمن، لإعادة بناء الدولة بصورة عادلة، بصورة متكافئة، بصورة تحفظ الحقوق متساوية لكل اليمنيين في الشرق والغرب والشمال والجنوب. لكن للأسف الشديد جاء الانقلاب المشؤوم ليؤخر بناء اليمن، ولكن نحن سائرين في هذا الاتجاه. هناك مرجعيات إقليمية وهناك مرجعيات دولية وخصوصا قرارات مجلس الأمن. الحقيقة لأنه أيضا مدت لهم الحكومة الشرعية يدها، مد لهم دول التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، كل دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي مدوا لهم أيديهم من أجل السلام، من أجل أن نخرج من هذا الوضع الكارثي، الوضع المأزوم الذي قادوا اليمن إليه. حتى لكن للأسف الشديد كانوا يرفضون كل مبادرات السلام، كل المبادرات التي ممكن تفضي إلى سلام وإلى استقرار، وما زالوا حتى الآن متمترسين وراء السلاح الذي استولوا عليه واستأثروا به وهو سلاح الدولة بصورة غير مشروعة، بصورة غير صحيحة، لأنه السلاح مفروض يكون مضبوطا ومفروض أنه يكون بيد الدولة والدولة تستخدمه لأسباب دفاعية، يعني نعم وليس لضرب اليمنيين وليس لقتل اليمنيين. صحيح. يعني هم في داخل المدن هم يتمترسون ويتخذون من المنشآت المدنية ومن المدنيين يتخذوا منهم دروع بشرية. يعني الوضع الحقيقة كارثي، ولكن نحن على ثقة كاملة طالما هذه الروح موجودة لدى الشباب، طالما هذا الزخم الثوري مستمرا، نحن مؤمنين بثورة فبراير، ونحن مؤمنين لأننا سنحقق ثورة أهداف فبراير في دولة مدنية حديثة، دولة ديمقراطية، دولة مواطنة متساوية وعادل وتعزيز الحقوق الإنسان. إذن دعني أنقل هذه الفكرة لضيفنا أيضا أستاذ يوسف. يوسف، يعني من الثورة إلى الحوار إلى الانقلاب إلى المقاومة الآن، برأيك هل هذه محطات طبيعية كانت متوقعة أم أنها يعني أتت صادمة، خاصة يعني والأستاذة حورية تشير أن يعني كان هناك حوار ربما كان سيفضي إلى يمن جديد، إلى يعني تحقيق كافة الأهداف التي أردناها، وكان الجميع شركاء في صناعة هذا اليمن، ولكن يعني للأسف الأطراف التي وقعت هي دائما ما تخون هذه العهود، ما رأيك؟ بالنسبة لهذه المحطات هي محطات متوقعة، لأن القارئ لمنطقة الثورات يدرك أن هذه مخاضات عظيمة ينتج عنها الكثير من الآلام. يذكر مثلا إيريك هوفر المؤلف الأمريكي في كتابه المؤمن الصادق حرقرات طبيعة الثورات والحركات الجماهيرية أن الثورة الفرنسية كانت قبل في العشرين السنة التي تلت الثورة كان وضع الشعب أفضل حالا من العشرين السنة التي تلت الثورة، وبالتالي هذه محطات متوقعة. أيضا أذكر كلمة قالها لأحد الأصدقاء أعتقد الأستاذ عبد الغني الماوري أن ثورة 11 فبراير عملت على هد جدار ضخم، نتج عن هذا الجدار كتل ضخمة. مهمة شباب الثورة الآن أن يفعلوا على تفتيت هذه الكتل حتى نبني الدولة التي خرجنا ننشدها، دولة العدالة والمواطنة المتساوية،
ثم أن الغموض، نحن نعيش مرحلة الغموض الوطني بسبب الانقلاب الذي حصل، لكن محددات الثورة الشبابية الشعبية السلمية الإيجابية ما زالت واضحة المعالم. وثورة فبراير عرفت الشعب كيف يختار، كيف يختار طريقة وكيف يناضل من أجل حقوقه. لذلك هذه ثورة عظيمة يجب أن تنال حظها من التبجيل. وأنا هنا نشكر فخامة رئيس الجمهورية على إعلانه 11 فبراير عيدا وطنيا وإجازة رسمية. نعم نعم، أيضا نريد أن نوصل رسالة إلى أن الذين يمسكون. نعم اسمح لي يوسف، يعني قبل أن تذكر رسالتك دعني يعني أجعل من رسالتك يعني ربما ختاما. قبل ذلك يعني ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ خالد اللبود الناشط السياسي من عدن. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور. نعم أستاذ خالد، ثورة فبراير مجيد علينا جميعا، إحياء ذكرى 11 فبراير في عدن، في تعز، في الضالع، في مأرب، في الكثير من المحافظات المحررة، ما الذي تشكل هذه الذكرى وهذه الاحتفائية بهذا الزخم؟ ربما تكون أولا أشكركم على هذه الفرصة، ثانيا ربما تكون هذه الاحتفالية في هذا العام مختلفة عن كل الاحتفالات التي كانت خلال الخمس سنوات الماضية. أي ناحية؟ لأول مرة يتم إعلان عيد فبراير، عيد 11 فبراير عطلة رسمية بقرار رسمي، قرار جمهوري. اليوم يقف الكل، كل من كانوا حتى من كانوا متحفظين على موضوع على ثورتنا في حينها يقفون اليوم ليتفهموا ان ما قمنا به من رفض لم يكن انفعاليا ولكن كان بسبب ما عانيناه بلدنا من ظلم. وها هم اليوم يروا انما كنا نتمنى ان لا يحدث، قد حدث. ها هم اليوم يشاهدوا النظام السابق بتشكيلاته يدفع البلد بعد أن دفعها 33 سنة إلى التخلف، اليوم يدفعها إلى الحرب. جاءت ثورة فبراير لمحاولة نزع الشعب والبلد من الحالة السيئة التي كانوا فيها ودفع به إلى مشروع الدولة المدنية الحديثة. كانت ثورة فبراير هي السبب الرئيسي الذي دفع الكل للقاء في مؤتمر الحوار الوطني والخروج من مشروع الدولة. لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل تلك الثورة وعظمتها اليوم. حتى الأطراف الانقلابية تتباهى بأنها كانت جزء من هذه الثورة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك خالد اللبود الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعذرني لم يعد لدي المزيد من الوقت. أعود إلى ضيفي بسؤال ختامي. أستاذة حورية، يعني ما الذي تودي القول في مثل هذا الاحتفاء؟ على ماذا نركز كشباب فبراير؟ نعم يعني ختاما أود أن أستمع منك بدقيقة، على ماذا يركز شباب ثورة فبراير حتى يصلوا لتحقيق أهداف هذه الثورة؟ هم الآن ما زالوا في الميادين العامة، ما زالوا دافعين عن الثورة، ما زالوا إعلاميين في كل مكان موجودين الحقيقة مدافعين عن ثورتهم وأهداف ثورتهم. لا شك حتما سيصلوا إلى تحقيق هدف ثورة 11 فبراير. صحيح أنه القيادة السياسية الآن مدركة الثورة وأهمية هذه الثورة، ولعلمكم بمناسبة الإعلان عن 11 فبراير كيوم وطني، حقيقة كانت حكومة الوفاق قد طرحت هذا المقترح، ولكن النصف المعطل في مجلس الوزراء لم يسمح بسريان القرار آنذاك اليوم. كلمة الرئيس في هذه المناسبة والقرار الجمهوري بإعلان 11 فبراير يوما وطنيا، أعتقد أنه أيضا إنجاز كبير جدا للشباب، والشباب ماضون في تحقيق أهداف ثورتهم. مبارك عليهم هذه الثورة، مبارك علينا جميعا، مبارك على الشعب اليمني. نعم. هذه الثورة العظيمة.
نحن معروف في تحقيق أهدافها. إن شاء الله. أعود إليك يوسف. يوسف، كنت تود طرح رسالتك لمن تريد توجيهها وما هي؟ الرسالة أريد توجيهها إلى الذين يشتغلون الآن من داخل الحكومة الشرعية، وهناك كثير من المخالفات والفساد. أعتقد أن الشعب يراقبكم، الشعب لن يقبل مرة أخرى أن يتم مغالطته. أيضا أتمنى أن يتوج إعلان 11 فبراير يوم الوطني أيضا بخطوة أن يتم نقل عمل السفارات إلى العاصمة المؤقتة عدن. ثم أن رسالة الأخيرة التي وجهها لأحباب شباب الثورة أن العدالة لا تأتي من تلقاء ذاتها، هي في الأخير لا تملك ساقين، نحن الذين نحملها على أكتافنا ونحن الذين نسعى إليها. إذن شكرا جزيلا لك يوسف مرعي، الناشط في ثورة فبراير، كنت معنا عبر سكايب من موسكو. شكرا جزيلا لك أستاذتنا حورية مشهور الوزيرة السابقة والناشطة في ثورة فبراير، كنت معنا أيضا عبر سكايب من ألمانيا. الشكر لضيوفي أيضا عبر الهاتف، الأستاذ خالد الرويشان، الأستاذ عبد الناصر الفهيدي، الأستاذ خالد اللبود. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وعيد فبراير مجيد علينا جميعا. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.